مثلا هكمل في جزئيه الاتحاد المصري لكره القدم والانتخابات القادمه وتجهيز اسماء في الانتخابات القادمه، هتتعمل قبل 31 يناير ولا مش هتتعمل؟ هتعمل بعد اولمبياد طوكيو 20 بقى 21. انت قلت لي هنا بوريدا، كابتن هنا بوريدا، باشمهندس هنا بوريدا. كابتن هنا بوريدا يمكن استقال في وقت من الاوقات نتيجه غضب عارم كان متواجد في التوقيت ده. هل فكره رجوعه مره اخرى ده هيكون مناسب؟ خصوصا ان يمكن في بعض الكلام ان لا، كان في ضغط على الاتحاد في الوقت ده ان انت ما تكملش. وايه المناسب اللي احنا عايشين فيه اصلا؟ يعني هو المهندس احمد بجد مش كان ضمن اللي استقاله؟ بس ده تعيين من الفيفا. طيب ماشي، ما هو جه تعيينه، يعني ايه اللي اتغير؟ يعني ما هو اللي هيدير المرحله لو في انتخابات، ولا هيجهز للانتخابات يعني. هي القصه، بس عشان نكون واضحين، للاسف هي امور بتدار بسياسه من الاقوى او من اللي يقدر يخلص القصه. يعني انا في ايديا ان انا اجيب جوابات من الفيفا، هجيب جوابات من الفيفا. انت في ايديك هنا ان انت تمنع او تقول لا او مش عارف ايه، هتقدر تمنع هتمنع. عشان كده بقول لحضرتك، عشان الجدل اللي احنا عايشين فيه ده كله، وعشان نخلص من القصه الوهميه دي، عشان احنا اصلا بنخرج من قصه وهميه لقصه تانية كل يوم في قصص وحكايات جديده. القصه كلها ببساطه وبمنتهى البساطه، انت حضرتك لجنه اولمبيه، وزاره شباب ورياضه، عندك السلطه انك تتواصل مع الفيفا. انت مش ضد حد ولا عدو حد. انت حضرتك بتنسق الامور دي زي ما سبت المسافه ممتده. اما حضرتك بتقول القانون وتعمل انتخابات، طب ما الفيفا كانت معانا اللجنه اللي قبل دي باهداف محدده ان هي تعمل انتخابات، ما انت سبتهم ياكلوا الوقت ويمدوا عشان انت مش عايز الانتخابات. اشمعنى دلوقتي؟ ما هو احنا من اول اللجنه دي كنا بنقول ما فيش انتخابات برضو غير بعد اللجنه الاولمبيه. اشمعنى دلوقتي بقينا بنقول لا، ده هم كان المفروض يعملوا انتخابات قبل شهر 10. وما انت كان عندك هم من الاول بتتكلم. هي القصه كلها هو صراع قوى خفيه بتتحرك، كل واحد هيقدر يعمل حاجه بيعملها، اللي بيقدر يجيب جواب هيجيبه، واللي هيقدر يمنع هيمنع. فبالتالي المفروض احنا نغير السياسه دي خالص. المفروض احنا عندنا وزير محترم، وعندنا دوله محترمه، وعندنا ناس بتشتغل. الناس دي تشتغل تتواصل مع الفيفا. انت مش هتعرف تتواصل مع الفيفا ازاي يعني؟ هتقول لهم والله انا الظروف عندي 1 2 3، ابعت لهم حضرتك خاطبهم. بدل ما بتلاقي الجوابات جايه لك انت، لا خاطب، افتح قناه اتصال. ما تحسناش ان احنا في جزر منعزله. يعني احنا مش عايشين هنا في محليا وكان بره دول بيبعتوا لنا الاوامر. لا، انت افتح اتناقش معاهم. عايز تبعت ناس تقعد وتعرض القانون وتعرض الحاجه، ابعت، تواصل بالفيديو كونفرنس، تواصل باي طريقه من التواصل، واشرح وتوصل لصيغه تفاهم. انت حضرتك شوف اللوائح بتاعتك ايه والقانون ايه، وابعت الكلام ده وقول لهم انا عندي الوضع كذا كذا، ازاي نشوف صيغه تتوافق مع بعض. فما الناس تحس ان انت بتتعامل معاهم بهذا الشكل وبهذه الطريقه، اكيد هيشوفوا لك حل مناسب وهيتعاونوا معاك. طيب، البعض او الاقاويل في الفتره اللي فاتت في تعيين اللجنه الثلاثيه الجديده اتكلم ان المهندس هاني بوريدا هو يعني هو اللي ادى الريكومنديشن او ادى للاتحاد الدولي الاسماء بما فيهم الكابتن احمد مجاهد عشان يجهزوا للانتخابات القادمه، واللي هو طبعا الكابتن احمد مجاهد طبعا يعني حبيب المهندس هاني بوريدا. طبعا ما فيش شك يعني، وكل باينه ان هو الراجل يعني ده من وجهه نظري ده وضع طبيعي. وبعدين بص، هو اي حد هيفسرها منطقيا هيفسرها كده. تمام، وما دام هو يقدر يعمل كده، انت حضرتك لو شايف كده المهندس احمد مجاهد مش هيخش الانتخابات الجايه. اعتقد كده لانه هيشرف على الانتخابات. انت هتشرف ازاي وانت داخل الانتخابات؟ الايه؟ وبند الثمان سنين كمان. يعني هو كده كده، ما هو كل حاجه متوفقه صح يعني. بس اللي انا عايز اقوله ايه؟ انا مش ضد حد، واي انتخابات طموح مشروع. انت حضرتك لو عايز تخش دلوقتي انتخابات النادي الاهلي، عايز تخش انتخابات اتحاد الكوره، حقك ومشروع ليك. ما دام تقدر تكسب هتكسب. بس هي القصه في ايه؟ احنا ليه بنعيش في الوهم ده كله يعني؟ ليه بنعيش في الحاله الجدليه اللي احنا عايشين فيها؟ انت دلوقتي انا عندي قانون، طب انا ليه عمال اصرخ في مصر واقول لا قانون ولن ينفع ولن؟ طب ما انا اروح اكلم الفيفا، انا بكلم اللجنه اللي هنا ليه؟ ولا بكلم الاعلام ليه؟ ولا بكلم الناس ليه؟ ما انت حضرتك رئيس لجنه اولمبيه، ما تروح تكلم الفيفا وتقول لهم والله احنا قانوننا 1 2 3، قالوا لك اوكي اوكي، قالوا لك لا خلاص. هو انت دلوقتي لما هنقعد نصرخ في بعض وفي الاخر يقول لك هتعمل انتخابات غصب عنك وتلاقيك عامل انتخابات، هيبقى شكلك كويس؟ مش هيبقى شكلك كويس. تمام، المفروض ما نتسرعش في التصريحات ونبقى عندنا كده ايه؟ ده المهندس هشام حطب؟ اي حد. اي حد، التصريحات اللي احنا شايفينها دي من الطرفين. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه يعني، هو انت دلوقتي حتى الناس اللي هي بتمثل الفيفا او بتقول لا انا جاي عشان اعمل انتخابات،
وانت حضرتك طب ما تقعد مع هنا وتوفق اوضاعك. طب المهندس هشام حطب برضو، عشان بس كان في تصريح انا افتكرته وانت بتكلمني دلوقتي، انه قال ان انا مش هعتمد الانتخابات او نتيجه الانتخابات لو اتعملت قبل 31 يناير، يعني لازم ماشي. تستنى. طب انا عايز اقول لك حاجه، لو احنا بقى الجهه الثانيه نشفت دماغها وقالت لك هتعمل انتخابات، يا اما هوقف لك النشاط لانك ما بتنفذش القرارات بتاعتنا وده تدخل حكومي و و و هتعمل انتخابات غصب عنك كلها، ولا هتوقف نشاط الكوره ونلعب مع بعض هنا بلي بقى في الشارع؟ ما هو خلينا واقعيين. فانا عشان انا يعني ما احطش نفسي في مأزق، انت حضرتك دلوقتي جاي بتقول لي لا الكوبايه دي بتاعتي، فانا بقول لك لا الكوبايه دي ده بتاعتي من امبارح، فبنقعد نتفاهم. انت بتديني ادله انا بقنعك بتقنعني، انما مش هطلع اقول لك لا عليا اني مش عارف ايه ده كلام فاضي. احنا مش في افلام هنديه هنا وقاعدين في الاخر. وجهه نظر حضرتك انتخابات هتتعمل قبل 30 يناير؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، احنا رد لي بس، اما انا هقول لك حاجه بس اسمعني عشان اخد فقره الصور، عشان فقره الصور معناه. طيب انا هقول لك حاجه، الاقوى هينتصر في النهايه ما دام هم خلوها ايه الاقوى. الاقوى الفيفا هي اللي يا اما تقتنع يا اما ما تقتنعش، يعني يا اما حضرتك تفتح معاها قناه وتقنعها. يعني المهندس انا بريد هنشوف بقى. طيب انا بقولها لك اهو. طيب ماشي قول لي. طيب لا ما انا عايز اقول لك حاجه، ما هو انت برضو انت مش ضعيف، لو انت عندك لوائحك وقوانينك وتقدر ان انت تقنعني بيها انا هستجيب، انما انت ما تقعدش تصرخ فيا انا وسايب الناس هناك بره. ما هو انت لو خليتك معايا هم هيعملوا اللي هم عايزينه. طيب عندي سؤال قبل ما اروح لفقره الصور، بس في ايجاز بعد اذنك يا استاذ. ليه مازن مرزوق رئيس لجنه مسابقات السابق استقال؟ عشان كان على خلاف مع احمد مجاهي، ما ينفعش يشتغل معاه. ما هو انا دلوقتي متخانق معاك وانت جاي. هو مال الخلاف ان انا في شغل؟ ما ينفعش يعني انا خلاف لا في شغل. خلافات كبيره يعني. ما هو احنا مقطعين بعض بره. احمد مجاهي مش عاين حد. لا ده هو قاعد ليل ونهار بقى في ده. بص انا عايز اقول لك حاجه، اي لجنه هتتساب هو هيدر. يعني هو كان عضو مجلس اداره وبيدير لجنه شؤون اللاعبين، عشان بس انا بقول هو انا بقول لك مش شاطر. لا انا عايز اقول لك حاجه بس برضه، ما هي الشطاره مهاره. المهاره ان انت تشغل كل اللي حواليك. ما هو انت دلوقتي جاي رئيس لجنه ما تاخدش مكان كل ما هو حاجة. ايوه في فرق، بتكون عضو مجلس اداره وعندك طموح عايز تركب هنا وتعمل هنا وتخلي ايدك هنا والبتاع وبتحفظ اللوائح عشان تقول الماده 52 بتوعيك المشا. لا وفي فرق ان انت بقى راجل جاي بتدير. فاهمك. في فرق بين المعلم والصبي، مش تفضل صبي على طول، لازم تيجي في يوم هتبقى معلم يعني. طيب نروح لفقره الصور. نروح لفقره الصور.